السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع حلو قوي، أي موضوع أنت عايزه تذاكره وعايز تفهمه بشكل كويس، مجرد هتكتب الحاجة اللي أنت عايزها، تمام، وتبدأ بقى تشوف أنت عايز تخليها إيه. يعني ممكن تخليها تايم لاين أو مايند ماب أو جدول زي ما أنت عايز. مثلا نخليها مايند ماب. الإنبوت ممكن تدفع له ملف أنت إكسل أو بي دي إف أو إيمج، أو تديله أنت الكلام كله في ثواني يبدأ يعمل لك المخطط بالشكل دوت. ايه المزايا وايه الريتنج سيستم وايه البيزك والكتالوج وكل اللي انت عايزه. فدي حاجة ممتازة جدا، تمام. طيب ممكن نقول له بقى احنا عايزين ليد دوت، انا عايزه على هيئة تايم لاين. ممكن تقول له اعمل لي مقارنة بين نظامين مختلفين، هو يبدأ ان هو يعملها لك. فبيقول لك ان هو بدأ سنة 93 وبعد كده 1298 و و و، فبيبدأ يعمل لك التايم لاين للحاجة دي. طيب خلينا نشوف التايم لاين مثلا لبرنامج الريفت. كل ده احنا شغالين بالنسخة المجانية، تمام. هو بقى بيبدأ يدور على التواريخ ويبدأ يشوف ايه اللي حصل في كل مرحلة من المراحل. بيقولك في الخطة المجانية انت ليك تعمل 3 مرات كل يوم، فكل يوم تقدر ان انت تدخل وتعمل انت عايزه. عايز اكتر من كده لازم تعمل ابجريد، ده سعر الابجريد، تمام. المجاني هيبقى 3 زي ما انت عايز بقى، تعملهم تايم لاين، تعملهم مايند ماب زي ما انت عايز. عايز اكتر من كده لازم تخش على الاشتراك اللي هو $12 في الشهر. فالفكرة جميلة ان هو يديك ملخص لموضوع انت عايز ان انت تناقشه، عايز تفهم موضوع معين، فممكن تختار الموضوع يبدأ يديك ملخص ليه قبل ما تبدأ فيه، ويبدأ يعملك حاجات تقدر انت تذاكر من خلالها. ممكن تعملهم على الجدول زي ما انت عايز.